مسلم. هذه امامكم صحيح مسلم اعزائي. صحيح مسلم بتحقيق الشيخ مسلم بن محمد العثمان فلان الجزء الثالث اعزائي صفحة 284 رقم التسلسل اعزائي 1757 كتاب الجهاد والسير باب حكم الفيء الى ان يقول قال رسول الله ما نورث ما تركنا صدقة فرأيتماه. كان هناك نزاع بين العباس وبين علي بن أبي طالب فجاءوا إلى من؟ فجاءوا إلى أبي بكر إلى عمر. فعمر ده يقول لهم ماذا؟ لأبي ده يقول للعباس ولي يقول فرأيتماه. يقول الخطاب وجه للعباس ولي علي. رأيتما من؟ رأيتما أبا بكر. فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا. ده يعبر عن وجهة العباس والإمام علي. وإن كان عمر بعد ذلك يقول والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. هذا رأي هذا عمر. هذا رأي عمر. هذا ما عندنا مشكلة. إحنا الآن مو بحثنا هذا. بحثنا أن عمر ده يصدق أو يصادق على أن العباس وأن علي بن أبي طالب كانا يريان أن الخليفة الأول كان كاذبا آثما غادرا خائنا. هذا في من؟ في أبي بكر. المورد الثاني إلى أن يقول وبعد ذلك وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر. من يقول؟ عمر يقول أنا بعده. فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. إذن علي كان يرى أن الخليفة الأول والخليفة الثاني ماذا؟ هذه المواصفات الأربعة بنص صحيح مسلم. هسه الآن سؤال يوجه، التفتوا لي جان سؤال، أي يعقل أن النبي أن الإمام علي بن أبي طالب يعتقد أن الخليفة الأول والثاني كاذب آثم غادر خائن ومع ذلك يبايعه ويكون إمامه إن لم يبايعه يذهب إلى النار؟ لو بايعه يذهب إلى النار على الأقل.